لبيروت من قلبي سلام لبيروت. بعد اللي شفناه فاجعة بيروت هم بعد إلهم عين ويحجون؟ بقت دولة عربية ما هدموها بس حطوا نفسهم بيها، بيروت عروس الشرق ورئة الوطن العربي، دمرها حزب الله وجماعته. هسه تقولولي شلون أجاوبهم؟ من اللي مسيطر على الميناء؟ من اللي إلى سوابق باستخدام مادة نترات الأمونيوم؟ من اللي انطرد من ألمانيا وغيرها بسبب هذه المادة؟ اقروا تاريخ يا ناس، ترى أهل لبنان يستاهلون الوقفة، وإذا تخافون الدعم يروح لغير مكانه انتوا روحوا وصرفوا. اخوتنا مهددين بمجاعة ويا حيفي جوع عربي وعقلكم فوق روسكم. وأحب أنبه الحكومة العراقية، خلي منها هسه تروح تبحوش ورا الجماعة، ترى أكو مخازن مو مخزن بالعراق خصوصا بالتاجي وغيرها. اصحوا، ترى العراق ما يتحمل بعد مآسي. وبعدين تصير يا أبو حسين كنت بوحدة وصرت باثنين.